نعم، هناك حقيقة تحركات إقليمية يعني بقيادة ربما بالتوافق مع روسيا بين إيران وتركيا، ربما يعني استعدادا للتحولات التي قد تقبل عليها المنطقة في نعم أستاذ هوجين. نعم، أين يكمن الدور الروسي؟ تفضلت وذكرت الدور الروسي، أين يكمن الدور الروسي في كل هذا؟ نعم، أتصور هناك توافق روسي على القضية، وهناك جلسة مقررة يعني أخبار عن اتفاق تركي إيراني روسي بالنسبة للقضية الكلية خاصة، وبالنسبة لما يستجد في المنطقة من عفوا. نعم أستاذ هوجين. فهناك نعم نعم يعني أستاذ هوجين الصوت يأتينا نعم الصوت يأتينا بشكل متقطع من حضرتك، لكن سنكمل النقاش. يعني قبل أن نتحدث عن موقف الحكومة العراقية، أود أن أستفسر عن خيارات حكومة إقليم كردستان والتي لها علاقات مع النظام التركي. نعم، حقيقة موقف حكومة الإقليم موقف مخزي من القصف والتدخلات التركية المستمرة على شمال كردستان، على جنوب كردستان، فلم نرى موقفا من حكومة إقليم كردستان حتى الآن، وهي حقيقة يعني مواقفة بجانب التدخلات التركية وتسهل لها عمليات التدخل والقصف وانتهاك سيادة العراق وسيادة الإقليم أيضا. نعم، بالنسبة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، هل لديه قدرة الوقوف أمام أول اختبار صعب لحكومته والذي يمس السيادة العراقية التي لطالما تعهد بالحفاظ عليها؟ الحقيقة هي أن بوادر الموقف العراقي وموقف السيد الكاظمي جيدة تقريبا بالنسبة يعني بالمقارنة مع مواقف الحكومات الأخرى، فقد تدخل أو صرح الحكومة العراقية بأنها ترفض التدخلات التركية وترفض انتهاكاتها المستمرة وتدعو إلى ضبط النفس بالنسبة الحكومة التركية، ومن المقرر يعني أو ربما حدثت اتصالات مع الخارجية التركية لبيان الموقف العراقي الواضح من هذا التدخل، فهذا الموقف يعني موقف جيد بالنسبة للحكومة العراقية يحسب لها للكاظمي ولكابينته الحكومية الحالية. الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي هوجين ملا أمين، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من السليمانية.